بعد بريسك عام ونص التحوير طلعت عظمته بلاش فص حكاية لا تتقرأ لا في كتب لا في قصص تقول مراجعها الحس خاطفت فادشتها من القلص ووصلت جارتها على ولادها باش تعس خرجت تجري من الدار في ربع ساعة لقات روحها في السبيطار خلطوا عليها العائلة يطبعوا في الأخبار فما اللي ديه فارغة فما اللي جاب باكو نوار الطب تثبت يلقاو الهواء ما طلع في كرشها شي المرأة كيما حكاية الحكومة وتبديل الوزراء حكاية طلعت بدونها كيف سباجيتي حتى وكان لك تاكلها سخونه وتعبيها طماطم معجونه بلاش الحم تتسمى كذابه المقرونه يا ساده يا ماده يدلنا ويدلكم طريق الخير والشهاده مختصر الخرافه عمل فيها سيد بوغلاده ما قالهم ما نمسش وزاره السياده يا اخي من حين وعملوا له عواده بعد اللي الناس ندبت في التلفزيون وجرايد والانترنت وناداو بحكومه كفاءات ظهر بالكشف اللي الشيخ هو ياخذ في القرارات ويحسب في الحسابات كانك على حسب الحوته والمرايات قالوا احنا ما نش راضين بهالوزارات والمعارضة قالت يعمل الله في الانتخابات هالسيق تغرق سيق وجماعة ما وصلتش الاتفاق هاوك اللي كان راقد زعم فاق وهبطوا ريش وقريب يوصلوا للطلاق قال لك المفاوضات تعطلت والحكومة على التحوير بطلت هايك ثورتنا طلعت بقرة بعد اللي تمخض التحوير فولد فأرة ويوفى الحديث